السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني الأعزاء أخواتي الفاضلات في قناة التجمع الدولي لطيور زينة، حياكم الله على قناتنا اليوتيوب ومجموعتنا على الفيسبوك، أهلا وسهلا. اليوم عنوان حلقتنا دلل طيورك وإن شاء الله ما تقصر وياك. اليوم جبت الحبايب القلب الحساسين والكناري، هذا أعلقه وخليه لهم يأخذون راحتهم ويوقفون بي. الحبال والخشب جدا زين صحية للطيور عكس الستاند البلاستيك اللي يأذيهم. هاي أول موضوع الحلقة. الحلقة الثانية قصدي الموضوع الثاني راح نتكلم عن نبتة جدا ضرورية وخضار جدا مهمة للطيور. أوصيك هسه من تخلص هاي الحلقة تروح للسوق، هو رخيص سعره، تشتري أنت تاكله وأيضا تحط لطيورك كافة الطيور. هاي الخضرة اسمها البربين بالعراق نسميها، ويمكن دول الشام لها عدة مسميات اللي هي البقلة مشهورة. هذه النبتة جدا جدا صحية للطيور، لأن كثير من المربين وأنا واحد منهم قبل من كنا نربي الطيور نتوقع الطائر يأكل فقط الحبوب اللي هو الدخن، لكن مع مرور الوقت وانتشار المعلومات على الانترنت والكتب نقرأ وتجارب شفت ولاحظت ان كثير من الاكل اللي احنا ناكله هو يناسب الطيور وصحي لهم. حتى البقوليات انا مرات اطحن البقوليات واضيفها على الاكل مالهم. بالنسبه لنبتتنا لهذا اليوم اللي هي البقله او البربين جدا مهمه، تحتوي على عناصر جدا مفيده للطيور، منها مثلا على سبيل المثال المغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين اي وخاصه فيتامين سي اللي يحتاج الطائر دائما. وايضا هذه النبته الممتازه والصحيه تعتبر مضاده للجراثيم والفطريات. اكثر شيء تتكاثر او يتعرض الطائر الى الفطريات والجراثيم باعتباره مكانه، مهما نجتهد ونتعب لكن تبقى الأوساخ تتراكم بمكانها، خاصة إذا واحد ما يهتم بالقفص. وأنا دائما أنصح الأخوان أنك تنظف الستاند حتى لا يصيب طيورك الأمراض. الستاند جدا ضروري، يقضي معظم وقته وحياته وعمره على الستاند، فهو يحتاج إلى تنظيف دائم. زائدا أن الطيور دائما تنظف منقارها على الستاند، إذا كان وسخ رأسا راح تنتقل الأوساخ على إلى فم الطائر وصيب الأمراض، منها أمراض العيون وأمراض الجهاز التنفسي، فدير بالك. وكما هو جدا مفيد خاصة بالشتاء يعني شفاء ضربة البرد، إذا واحد صاب ضربة البرد المربي أو الطائر جدا ضروري. لا تخلي سفرتك تفرغ من هذه النبتة الرخيصة بالأسواق الغنية بالمحتوى، حتى هو يصير ينقي الدم. إذا تنطي طيوره كنت تأكل من عنده ينقي دمهم ويخليهم صحة ممتازة. وأيضا التهاج الالتهابات، دائما الطيور تتعرض إلى الالتهابات، فأنت بدورك راح من تقدم هذا الأكل اللي هو البربين راح يعالج التهاب القصبات الهوائية وشفاء طردة البرد مثل ما قلنا وتنقية الدم، هذه جدا ضرورية. أيضا حتى إذا واحد عنده التهاب باللثة أيضا يعالج التهاب اللثة اللي هو البربين. فهالله الله في هذه النبتة الممتازة، ولا تقصر ويا طيورك، حاول. أنا إن شاء الله الأخوان اللي ما يعرفونها والمبتدئين أو ما مر عليهم هاي النبتة أحاول أصورها وأخليها في حلقة هذا اليوم بإذن الله. الجو بارد ومثل ما تلاحظون الحديقة شبه مهجورة من الطيور. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. دائما عود نفسك المربي من تدخل على الطيور سلم، السلام جدا مهم. السلام يعني الهدوء، السلام يعني السكينة، السلام عدم المشاكل. على الطيور سلم، والتسمية جدا مهمة.
السلام عليكم. وشغلة جدا مهمة نقولها، إذا واحد يريد يحط أشياء إضافية بالقفص أكررها، إذا تجيب لك طائر جديد مثل عندي حسون جديد هسه أخلي وياهم، لأن إذا دخل الموسم وتحط شيء غريب راح يخافون منه ويكونون حذرين. إذا عندك زينة أو شيء أشجار عندك من هسه تخليهم، من الآن تخليهم حتى لا يستغربون. موسم بموسم التفريخ ما تطلع شيء من القفص ولا تدخل شيء، لا شيء العصفور موسم التفريخ من عندهم ولا تدخل. ما انا ما اتكلم على الحسنون، ترى على جميع الطيور ما تدخل شيء ولا تطلب شيء. هواية اشياء نجهلها ونقول ليش ما يفرخون طيوري، واكون مرات انا السبب اتدخل بحياتهم، اما اصير فضولي زياده عن اللزوم افتح السلاكه دائما. موسم التفريخ احنا ما ندخل اي طائر على الطيور، ما ندخل اي شجره على الطيور، ما نشيل اي عش عن من الطيور، نخلي كل شيء طبيعي وكل شيء على حطته حتى يتكيفون يتأقلمون. هذه نقطه جدا ضروريه، لذلك دائما اكررها واركز عليها. واحد من الاخوان سالني يتعرضون طيورك للمرض؟ من فضل الله سبحانه وتعالى والفضل مو إلي، الحمد لله والشكر، نادرا 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 يتعرضون للمرض، لأن النظافة، الأكل الصحي، المتابعة، الرطوبة هي اللي تسبب الأمراض، هاي كلها الأشياء تسبب الأمراض. إذا أنا ما أخلي مكان يصير به رطوبة، أكثر شيء الرطوبة والفطريات يعرض المرض. الأكل، التنوع بالأكل، دائما التنوع بالأكل مهم. أنا معتاد إذا أشتري طائر أسأل عن عمره، ما أشتري منتج، أشتريهم فراخ، متعود كل أغلب طيوري أشتريهم فراخ ما منتجين، وأسأل المربي عن عمرهم، وأسأل عن الأكل يأكلونه، لأن الطيور إذا تجيبه هو يأكل شيء وتجيب له أكل شيء ثاني راح يأثر عليه من غير ما تدري. حتى الإنسان إذا متعود على أكله وتنطيه أكله، مثلا متعود يأكل أكل خفيف وتالي تنطيباته راح يتمرض ما تتقبل الأمعاء. فهذه النقاط المهمة قربة لله تعالى أقدمها إلى أخواني المبتدئين، وإن شاء الله يأخذون بيها. الحمد لله والشكر تجاوزنا مرحلة الخطر بالنسبة للحسون، تغيير الريش طلع من عدة، هاي اللي جاي واقف أمامي ويؤدي تحية التغريد اللي ربيته على إيدي، هذا شيء عزيز علي، ورجاء لا حد يقول لي تبيع طيور، ذا اللي ربيتهم وهم عمرهم 3 أيام وعزاز علي، هسه بس ينتظرون أقعد على الكرسي ويجون. فالواحد ما يحب يبيع طائر يتعلق به وربه. ولاحظهم من نظراتهم ينتظروني أقعد ويجون، رغم الأكل موجود عندهم. واحد من الأخوان يقول لي تجوع الطيور وتالي تجي، هم أكيد يجون. الحمد لله والشكر ثقافة التجويع تركناها من زمان، والأكل دائما متوفر عندهم. الحسون يعشق الفلفل الحار، شجرة الحار متوفرة يمهم. الحسون يعشق ثمار أشجار الصنوبر اللي تحتوي على البذور موجودة، الدخن موجود، كل شيء متوفر عندهم، لكن اعتادوا يأكلون. واحد سألني ليش مخلي هذا الدجاج الملكي أو الدجاج الصيني، هاي مرات تدخل حشرات صغيرة بالقفص، والحمد لله والشكر لاحظت خوش صياد للحشرات، زائد يأكل فضلات الأكل اللي توقع بالقاع حتى لا تتكاثر الحشرات. هذه شغلة مهمة. هسا أحاول أعلق هاي الزينة اللي جبتها لهم، مثل ما قلنا مو بموسم التفريخ، هسا الأعشاش كلهم شايلينهم على مود لا يحششون. أي شيء نحطه للطيور يتعاملون يا بحذر، حتى الإنسان إذا شاف شيء أول مرة يشوفه يتعامل يا بحذر. إنسان عمره كله ما صعد بطيارة أول ما يصعد يتعامل وياها بحذر، أي شيء أي شيء. فما أتوقع راح يجون على هاي اللي حطيته لهم، لا ننتظر إلى أن يعتادون ويحسون بالأمان ويطمئنون، فننتظرهم والله كريم. حياكم الله من جديد، رحت قضيت لي شغله ورجعت شفتهم اجوا يلعبون بيها. هاي حتى ياخذونها مناملهم بالليل، يشوفون مكان اذا نظيف وهادئ، واكيد ورا فتره راح اطلعه وانظفه.
إلى هنا نختم حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكون نالت إعجابكم، وأتمنى تدعون أصدقائكم ينضمون إلى مجموعتنا على الفيسبوك، وأنتم تنضمون لما منضم، وعلى قناتنا يوتيوب أيضا نفس الاسم التجمع الدولي طيور زينة. ويسعدنا ويشرفنا تواجدكم على إنستغرام. حياكم الله وفي أمان الله. أبو علي.